مثل الحجاج حجاج اليوسف أصلي أصلي وراء ليش ما أصلي؟ لأن تحب الحجاج ولا ظالم؟ الحجاج بن يوسف؟ إيه. من قال لك إنه ظالم؟ أنت تحبه؟ طبعًا أحبه. وتتمنى أن تحشر معه؟ يا سيدي وأنا أحشر مع الحجاج بن يوسف. تقول رضي الله عنه، قول رضي الله عنه. والله يرحمه كمان. السلام عليكم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. فيديو آخر من ترخيصات قناة خواطر فكرية لبرنامج سؤال بريء ومتصل آخر. أبدأ هذا الفيديو بسؤال على الجميع، شخص أو جميع الأشخاص اللي يتابعون هذا الفيديو. أسألكم سؤال: شنو علاقة الحب والوئام بين الوهابية وبين السلطان الجائر الظالم؟ ما أعرف. وبهذا الفيديو شخص يحب الحجاج بن يوسف الثقفي، فما أعرف لماذا الوهابي دائما ما يحب الشخص الذي يكون ظالم، الحاكم الذي يكون ظالم، الحاكم الذي يكون جائر، الحاكم الذي يرتكب المجازر. في تعليقات هذه القناة دائما ما أقرأ تعليقات تترضى عن صدام، تحب صدام، مع أنه الجميع مطبق ومتفق أنه صدام مرتكب للجرائم ومرتكب للمجازر. الوهابي يحبه ويترضى عليه، وهذا الشخص أيضا يحب سفاح آخر وهو الحجاج بن يوسف الثقفي، ومن قبل هذا يحبون يزيد الذي ارتكب الجرائم وقتل صحابتهم وأيضا استباح المدينة. فما أعرف، أتمنى أن تجاوبون على هذا السؤال اللي محيرني: ما هي قصة الحب بين الحاكم الظالم الجائر وبين الوهابية؟ إن شاء الله راح نترككم مع الاتصال، بخصوص أنه سؤال الحاج وعد اللامي المتكرر: أين قال رسول الله محمد صلى الله عليه وآله أنه الخلافة بالشورى؟ أين قال الرسول محمد صلى الله عليه وآله ذلك، بما أنكم تدعون أنكم سنة والسني هو الذي يأخذ حديث الرسول ويطبقه؟ فأين حديث الرسول ودليلكم أن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله قال أن الخلافة شورى؟ نترككم مع تمام الاتصال ونرجع بالتعقيب إن شاء الله تعالى. سامي خلي أقدم الأخوة، لأن من زمان السيد الفاضل أيضا. سامي تفضل. سامي السلام عليكم. كم السلام ورحمة الله. سامي سني لو شيعي؟ لا سني والحمد لله. طيب سامي، هل يوجد عندك حديث واحد في كل الدنيا قال من النبي محمد صلى الله عليه وآله أن الخلافة شورى، ولا صار لكم 1400 سنة تخدعون الناس وتقولون نحن سنة وما عدكم من النبي؟ فضل. هم الخلفاء الراشدين أربعة. لا أنا أريد من النبي، ما لي علاقة، لأن إحنا سني، أنا سني أريد من النبي، ما أريد من، لأن هي السنة يعني نبي، أريد من النبي. تقدر أنتم تقدرون ترفعون رأسكم وتقولون نحن ننتمي للنبي وعندنا هذا الحديث من النبي قال أن أبا بكر خليفة أو يعين الخليفة بالطريقة الآتية؟ يلا تفضل اعطيني، اعطينا ريحونا، أنا أسبوع ندق عليكم ما في. تفضل. لا في القرآن موجودة. يلا أمركم شورى بينكم. أحسنت، اعطيني من النبي قال إنه أمركم شورى في الخلافة. تفضل. هذه مذكورة بالقرآن. إيه. ما في داعي أن النبي يشرحها عليه الصلاة والسلام. شلون عن النبي؟ ما في داعي. أقول لك النبي لعد شنو وظيفته إذا ما يشرح الآية؟ كل واحد يقول بكيفه، أنت تفسر شيء. واحد قال هاي بس بالحرب، يلا مشاورة بالحرب، مشاورة بحفر خندق، مشاورة في أنه يطلق عائشة، مشاورة أنه كذا، شو نسوي؟ كل واحد يغرد بكيفه، شو نسوي؟ وإحنا سنة. لا مش كل واحد يغرد بكيفه، لا من قال لك كل واحد يغرد بكيفه؟ لعد تفضل اعطيني من النبي أنه شرح الآية. تفضل. شوف أنتم من وين طلعتم؟ يابا إحنا طلعنا من طلعتوا على زمن الرسول الشيعة؟ أحسنت. إحنا ما أنتم كنتم موجودين في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا ما كنا، والآن ما موجودين، اتركنا من الشيعة، الآن الشيعة ماتوا. واحد سألك قال لك يا مكرم بكل أدب واحترام، قال لك إنه أنتوا تقولون خلافة أبو بكر شورى وذولا يعانون بالشورى وعمر شورى وما أدري بالشورى إلى آخره. أعطيني إنه النبي قال لكم بالشورى أو فهم من الآية بالشورى، أعطيني دليل، أعطوا دليل للناس. تفضل. دليل بالقرآن. إيه أدري لا إله إلا الله،
أنا أفهم القرآن لو أنت لو النبي. أنا أريد النبي قال بابا ترى هذه الآية في تعيين الخليفة، يا ناس منتعينون خليفة ترى أمركم شورى، صح ولا لا؟ لأن النبي مثل ابن حجر العسقلاني يقول عبد الله بن عمر يقول لأخته حفصة، سأظهر لك الكتاب في هذا الكتاب، في هذا الكتاب شوف في كتاب فتح الباري يقول لك إذا واحد عنده 7 طليان 8 طليان لو راعي غنم هنا يقول كان دار بال عليهم وخلى عليهم واحد يوصي عليهم، شلون أنت تقول لي إنه أبوي ما يريد يوصي؟ افتهمت؟ هذا في عندك هنا في البخاري، هذا وهذا شرح البخاري. أنتم أخونا الكريم، شنو اسمك الكريم؟ شنو اسمك؟ سامي. سامي أخونا والله أنتم مغيبين، أنتم خدعتم، أنتم عايشين وهم. أبو بكر أفضل الأمة وهم كذب ما عنده شيء، عمر أفضل الأمة. أبو بكر أبو بكر سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي تمام؟ هذه من العشرة المبشرين بالجنة. أنت الرسول قال بس الأخ سامي، أخ سامي أنت تقول القرآن، أنت تقول القرآن أشار وأمرهم شورى بينهم، صحيح؟ صحيح. هذا تدل على الخلافة، معناته أبو بكر خالف القرآن، لأن لا أبو بكر ما خالف استخلف القرآن. عمر استخلف عمر بن الخطاب من بعده. لا شلون لا؟ لا طيب وإذا نثبت لك أنه استخلف عمر من بعده؟ لا ما استخلف، ما استخلف، ما استخلف، ما استخلف سيدنا. إذا إذا جبنا لك إذا جبنا لك ما استخلف عمر. أنا أقول لك، أنا أقول لك، أنا أقول لك، شوف هسه فرضنا انسى انسى الخلفاء الراشدين. لا لا ما ننسى موضوعنا، هو لا لا بس دقيقة دقيقة موضوع الحاج وعد عزيزي، بس بعد إذنك موضوع الحاج وعد، هل الخلافة بالشورى أم بالنص؟ فأنت شلون أتركك من الخلفاء وأتركك؟ هو هذا موضوع البث. دقيقة طيب دقيقة واحدة بس، لا بس حتى أوضح لك يعني مو أوكي وأنا عايز أوضح لك. اليوم 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 عندنا رب أسرة، رب أسرة وعنده 4 أولاد وقالهم أخوكم من بعدي هذا أخوكم الكبير، رحم الله والديك ماجد علي تمام. ومن بعد ذلك بعد ما توفى أبوهم هذا الكبير غير كفء، هل يعينوه؟ أحسنت أبو آدم، هل يعينوه؟ إيه اطينا اطينا هذا الكلام سيدنا. أحسنت أحسنت، عندي 4 ولد اطينا النبي قال عندي 4 خلفاء، يلا إحنا نجي ما يجوا لك تعالوا يا اطينا من النبي اللي قال عندي 4 خلفاء يعينوا النبي عليه الصلاة والسلام تمام، فضل أبو بكر وترك الأمر للشورى. اطيني انه النبي فضل ابو بكر كحاكم، اطيني ما هم اطيني هم جوياك تفضل تمام. بعد شكري تمام، الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في سكرات الموت ارسل ابو بكر يعم بالناس. اي ابو بكر نفسه، اما اسامة بن زيد في نفس مرضي عندما قال انفذوا جيش اسامة ولا علي امير، يعني ابو بكر لا يعرف بالحكم لا يعرف بالجيش ولا يعرف بالصلاة، لأن خلى علي أسامة بن زيد هو يصلي بيهم. يلا شو تقول؟ لا لا مش شرط. طيب هل صلى أبو بكر دقيقة، هل صلى أبو بكر بالناس؟ نعم صلى بالناس، والرسول عليه الصلاة والسلام طلع وأبو بكر رجع للخلف تمام، فقال للرسول عليه الصلاة والسلام أكمل يا أبو بكر. إيه زين يعني بس لحظة لحظة أبو حسن، الطيني من النبي قال إنه اللي يصلي بالناس هو يعتبر الخليفة، هم أجوياك يلا تفضل. لا 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 هو ما قال إنه يصلي في الناس يعتبر. بالله بالله عليكم هو هو, هو هذا انتماء هذا يعني بالله عليكم. سؤال سؤال أنتم عندكم بس اسمع سؤال لكم سؤال سامي 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 ما في شيعة، هم قال لي شيعة ما في. مشكلتكم مع سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان شو مشكلتك؟ انا اقول لك شنو المشكله، المشكله انتم تخدعون الناس وتقشمرون علينا، تقولون الخلافه شورى وتقولون ان هؤلاء عينوا بالشورى. طيب انتم اللي تخدعون خلاص احنا ماشي احنا نقشمر على الناس وانت الصادق، اعطينا من صدقكم انكم سنه ان النبي عينه قال ان الخلافه تعين بالشورى، اما الصلاه
فعندكم في البخاري تجوز الصلاة خلف البر والفاجر، فممكن هذا فاجر يصلون وراء. ما بي هل النبي قال ائتموا بالفجار وخليفتكم الفاجر؟ ما قال، ولا في واحد نقل عن النبي ان ما حدا عليكم. والله انت تقول انا شو دخلي، هاي كتابك، شو رايك اطلع لك اياه من الصحيح؟ يلا شو رايك، انت مو قلت لي انتم فجار، شو رايك اطلع لك الكتاب من الصحيح انه الصلاه تجوز خلف البر والفاجر؟ انت تطلعها من البخاري. احسنت. الان ابقى معي، اللهم صل على محمد وآل محمد، ابقى معي. اذا اثبتت لك ان هذا الحديث موجود، شوف اخواني هذا اول واحد شوف، اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين. الصلاة خلف البر والفاجر، الصلاة خلف البر والفاجر انت تقول ما يصير، مو انت تقول ما يجوز. لا لا لا، بل ان الخلافة عائشة تقول الخلافة سلطة، هو سلطان يأتيه الله البر والفاجر. الخلافة أحسنت أبو حسن، يجوز الصلاة خلف الفاجر ولا لا؟ يجوز الفاجر خلف الظالم ولا لا؟ جاوب. عبد الله بن عمر صلى خلف الحجاج، صحابة صلوا خلف الحجاج الظالم ولا لا؟ جاوب جاوب. توجه السؤال لي. إيه لك أنت، صلوا خلف الحجاج ولا لا؟ شوف ابن عثيمين مستدل. اسمعني، أنا دخلت مسجد حصلت ناس يتصلي وإمامي أم فيهم، أنا عارف إنه فاجر ولا عارف إنه سكران ولا عارف إنه كذا، أنا أصلي لله. طيب أنا ما أصلي لي هو. أدري إذا كان هذا الإمام ظالم مثل الحجاج، صلي خلفه ولا لا؟ مثل الحجاج بن يوسف. ايه اصلي وراه، ليش ما اصلي؟ لان تحب الحجاج ولا ظالم؟ الحجاج بن يوسف. ايه من قال لك انه ظالم؟ انت تحبه. طبعا احبه. وتتمنى ان تحشر معه؟ يا سيدي انا احشر مع الحجاج بن يوسف. تقول رضي الله عنه، قول رضي الله عنه. والله يرحمه كمان. لا قول رضي الله عنه، الله يرحمه وياها. قول. انا ما اقول رضي الله عنه. تقول الله يرحمه. الله اخواني ادعوا له انه الله يحشرك مع الحجاج. شفت اخواني، ادعوا له. الله اخونا الله سامي، الله يحشرك مع الحجاج، الله يحشرك مع الحجاج اللي هدم الكعبة. يحب يحشر مع من يحب، ما يحتاج تدعي. طيب انا اشكرك اخونا محب الحجاج، شكرا لك. انت مو سامي وانما اسمك محب الحجاج، شكرا لك اخونا سامي، شكرا لك. طيب طبعا حاج وعد، هم الى متى هذه الكذبه ان ابو بكر صلى؟ هو ما قال ان زين النبي وقف يقول خلفه شنو، هل ام ابو بكر النبي ام النبي ام الناس؟ مصيبه هاي لما يقول ان النبي صلى والنبي موجود، يقول ابو بكر ام الناس والنبي موجود وقف خلفه. زين وقف خلف النبي ما صلى النبي هنا، بس سؤال يعني النبي ما صلى؟ حياكم الله من جديد. مثل ما استمعتوا يترضى عن الحجاج، اتمنى نحشر معه رحمه الله. فما اعرف انه اتمنى انه اكرر عليكم، انه اتمنى تجاوبون على هذا السؤال. فاذا نرجع للنقاط اللي لخصتهن، انا سني والحمد لله. اذا انت سني اثبت لي انه الرسول قال انه الخلافة شورى. وايضا نتمنى منك يا ايها الذي تدعي انك سني، نتمنى منك ان لا تقفز على المواضيع. فهذه الجملة اتمنى ان يأخذها الوهابي بعين الاعتبار، لان انا اثناء ما الخص اكتب النقطة الاولى، فبعدها يقفز الوهابي الى نقطة عاشرة ونقطة تاسعة ونقطة الف، فما اعرف يصير عندي ارر بعقلي، عندي اخطاء تصير بعقلي من قد ما اقفز مع الوهابي. فالجواب الخلفاء الراشدين 4. بالله عليكم هل كان السؤال
كم عدد الخلفاء أيها الوهابي؟ إنما السؤال كان بكل اختصار وبكل بساطة أين حديث الرسول محمد صلى الله عليه وآله بخصوص أنه الشورى وأنه الخلافة تكون بالشورى؟ يقول أنه القرآن هو الذي أمرهم بذلك. يا أخي العزيز، نعم نحن وإياكم نعرف أنه القرآن فيه هذه الآية، لكن السؤال أين قال الرسول محمد صلى الله عليه وآله أنه هذه الآية في الخلافة؟ فلماذا لا تجيب وتقفز على موضوع آخر وتقول أنتم يا شيعة غير موجودين في زمن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله، سيدنا عمر، أبو بكر، سيدنا عثمان، سيدنا علي. بعدها يقول أنتم ما هي خلافكم وما هي خلافاتكم مع الصحابة. بعدها يقول أنه رسول الله فضل أبي بكر بالصلاة. بعدها يقول نعم نحن لدينا دليل. بالله عليكم، هل سمعتم أثناء النقاش كله، هل سمعتم أتى دليل واضح عن الرسول قال إنه هذه الآية عندما نزلت فسرها الرسول محمد صلى الله عليه وآله وقال إنه هذه الآية تعني الشورى في الخلافة؟ وهنا ملاحظة جدا مهمة من الأخ المشترك مع الحاج وعد اللامي: إذا كانت خلافة أبي بكر بالشورى وأن الخلافة يجب أن تكون في الشورى، فلماذا أبو بكر استخلف عمر ولم تكن خلافة عمر بالشورى؟ هذه نقطة جدا مهمة أثبتها هذا الأخ، والوهابي مستغرب ومتفاجئ. هل يوجد دليل؟ نعم يوجد دليل بذلك، أنه خلافة أبي بكر كما تدعون شورى، وخلافة عمر هي استخلاف من أبي بكر. فأين مقولتكم بأنه نحن سنة ونأخذ من رسول الله محمد صلى الله عليه وآله بخلاف أو بخصوص هذا الموضوع؟ نقول أنه أبو بكر وعمر وعثمان أيا كان، حتى إذا كانت أو إذا كان دليلكم أنه أبو بكر أمه رسول الله محمد صلى الله عليه وآله أمره بالصلاة، فأنتم تقولون. وهذا ما أخذنا إلى نقطة الحجاج بن يوسف الثقفي، فأنتم تقولون أن الصلاة وراء كل بر وفاجر، فحتى إذا كان أبو بكر، عمر، عثمان، أيا كان من الذين تدافعون عنه فاجر، فأيضا بعقيدتكم تصح الصلاة خلفه. بعدها أخذنا إلى موضوع الحجاج وكيف تمنى أن يحشر معه. هذا هو فيديو آخر من ملخصات قناة خواطر فكرية، واللي أشكركم على التفاعل وعلى دعم هذه القناة، شكرا جزيلا لكم، وأتمنى مواصلة الطريق مع صاحب القناة حتى نستمر أكثر وأكثر. فيديو آخر مثل ما قلت لخصت بالأدب بالعلم باحترام الطرف الآخر، مجرد نقاط ناقشتهن، نقاط عرضتهن عليكم، نقاط روجتهن، نقاط بينتهن، لا أكثر ولا أقل. فليس لدي مشكلة شخصية مع الشخص، لأن دائما ما أقول من الممكن أن يكون شخص مغيب بسبب الإعلام وألتمس له الأعذار، لكن نتمنى منه أن يفكر ونتمنى منه أن يأخذ بالدليل إذا أتى. نرجع بفيديوهات قادمة إن شاء الله، إلى ذلك الحين انتظرونا وفي أمان الله.